هذا سائل يقول: رجل يعالج الناس من مس الجان والشياطين، وذلك بكتابة الحجب والحروز، ومصدره في ذلك كتب قديمة ورثها عن أبيه، ولا يعرف من ألفها، فما حكم عمله هذا، وما حكم دخله من هذا العمل؟ لا تجوز كتابة الحجب والحروز تعليقها على الإنسان، هذه تمايم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فعدل التمائم من الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. ألا يجوز تعليق التمائم على الناس أو على البهائم أو على السيارات لأجل الحفظ أو لأجل دفع العين؟ هذا شيء لا يجوز، والكسب الذي يؤخذ من وراء هذا كسب محرم، لأن العمل محرم، فما قابله من الكسب فهو حرام. نعم.